طبعا حاجة كبيرة جدا. مهرجان القاهرة هو الأهم في الشرق الأوسط كله، إضافة لينا ولكل الكرو، وإضافة كمان للجانرا بتاعت الرعب، لأن يعني دي مش جانرا سهلة إنها تخش مهرجانات يعني. فمعنى كده إنه الفيلم فيه حاجة مختلفة، وإحنا حاولنا نعمل كده فعلا، وحاولنا الفيلم يكون في ثقافتنا ومصري أكتر. أعتقد ده من ضمن الأسباب يمكن، بس ده طبعا حاجة جميلة قوي. مهرجان شرف لينا كلنا. هو السبب يمكن يعني تكنيك أكتر منه حاجة، إحنا عندنا الطراز بتاعنا وكل حاجة، عندنا مؤهلة لأن احنا نعمل أفلام رعب، لكن هي قصة كلها قصة تنفيذ وقصة جرأة من المنتجين ومن فريق العمل كله أو الجروب اللي بيدخل في التجربة دي. فإحنا حاولنا نعمل كده وشجعنا في ده يمكن المنتجين أستاذ محمد زعيتر وأستاذ محمد عبد الوهاب بشكل كبير يعني، دونا بوش كبيرة. فإحنا بالتالي نفسنا من سنين أنا وأحمد نكتب يعني في الجانرا دي وفي الرعب، وإن شاء الله تبقى دي بداية خطوة يعني كويسة تلاقي إعجاب الناس، ونكتب تاني وتالت، نقرر التجربة في حاجات أقوى كمان وأقوى يعني الفترة الجاية. شرط بس إحنا يمكن المركب أول فيلم كتبناه كان سايكو دراما، والفيلم الصندوق الأسود أستاذ طبعا كان ثريلر أقرب للرعب يعني، بس هو ثريلر ما كانش رعب يعني. عمار حاجة تالتة هورر، احنا نفسنا نعمل كل الأنواع. الهورر يمكن أو يعني هو الأقرب لنا، واحنا الحاجة اللي احنا نفسنا نعملها كتير، ولكن طبعا احنا يعني اوبن ان احنا نكتب كل الأنواع والأشكال بشكل جديد. هي أهم حاجة عندنا يكون التناول جديد، ما يكونش التناول يعني اتعمل هنا قبل كده أو ما حاجة يعني مختلفة، وده أعتقد اللي الناس بتدور عليه يعني. هي فترة زمنية كبيرة شوية، يمكن إحنا مع يعني الفترة دي كنا بنشتغل على نفسنا. إحنا وإحنا كتبنا المركب كنا صغيرين شوية، كنا حوالي 20 سنة أو حاجة. كان أستاذ عثمان أبو لبن ساعتها وأستاذ ياسر صلاح اللي هم المنتجين تحمسوا للموضوع. قعدنا السنين دي كلها نشتغل يعني ما بين حاجات شخصية شوية وما بين ظروف السينما عموما، وما بين ان احنا اشتغلنا على نفسنا عشان الحمد لله نعمل يعني كومباك كويسه زي السنه دي كده، ما عملنا الحمد لله فيلمين. بالعكس دي يمكن ادتنا يعني خزين كبير قوي من الافكار ومن المشاريع اللي احنا جاهزه عندنا، اللي ان شاء الله يعني يبقى في فرصه السنين الجايه نقدمها بشكل قوي. انا دايما بقول يعني الجمهور هو الرهان الاكبر يعني، احنا راهنا على الناس انها تبقى عايزه تشوف حاجه مختلفه وجديده في تحت اي ظرف. الحاجه الحلوه الناس بتشوفها. طبعا اكيد كنا نفسنا الفيلم ينزل في ظروف احسن من كده، وان مش احسن حاجه الفيلم ينزل فيها، ولكن الفيلم الحمد لله من ساعه ما نزل لحد يمكن اخر ويك اند هو الليد، وهو حتى الافلام الجديده اللي نزلت بعديه برضو ستيل هو الليد عليهم. ده عشان الفيلم احنا حاولنا نحترم فيه الناس جدا، حاولنا نعمل حاجه مختلفه وتفاصيلها كتيره، حتى لو هي فان لوكيشن، حتى لو هي مكان صغير، لا يعني الشغل كتير تفاصيل كتير. هو ده اللي بيبقى الناس عايزاه، الناس عايزه دايما حاجه المختلفه الجديده، واعتقد ده اللي كان متوفر في الصندوق الاسود وهيلاقوه في عمار ان شاء الله. هو تحدي جامد قوي يعني، بس في ميزه ان انت ممكن تقدمي مواضيع جريئه جدا وبادجت مش كبير، تمام؟ فالافلام الكبيره يعني احنا افلام الرعب مثلا محتاجه دايما بادجت ضخم، لكن لو فيلم فكرته هي اللي مرعبه مش بالضروره. طبعا الفيلم فيه عناصر جرافيكس وفيه عناصر صوت وفيه كل حاجه، بس مش هي العناصر الحاكمه في الفيلم. الفيلم البطل بتاعته الحدوته والاداء بتاع الممثلين، فيمكن هو ده اللي احنا كنا بنحاول نفكر فيه قوي، وده اهم حاجه عندنا يعني. احنا نعمل حاجه الون لوكيشن بيتيح لك ان انت تعملي الحاجات الجريئه قوي ببادجت قليله، فما تكوفيش حد انه يعملها.